من كلام جيمي، ايه اللي فرق ما بين الزمالك الشوط الاول الشوط الثاني؟ نيجي نبص اول حاجه على تشكيل الفرقه وطريقه اللعب. الشوط الاول هو تخلى عن كل المميزات وبصماته. الراجل اكبر بصمه ليه توظيف فتوح من ظهير ايسر، بيستخدمه هو في الحالات الدفاعيه ظهير ايسر ويستخدمه كمحور. وفتوح على فكره لو تبص الماتشات الزمالك مع اوسوريو في الدور الثاني لما الزمالك اتحسن هتلاقي من اول ماتش فاركو في الكاس والاتحاد كانت بصمه مشاركه فتوح في مركز الظهير الايسر والمحور، دي اكبر بصماته. تخلى عنها مره في لقاء الاهلي لما لعب فتوح سته فتخلى عن ابرز انجازاته مع الزمالك، والنهارده تخلى عنها في الشوط الاول. تعال نشوف تخلى عنها في الشوط الاول ازاي. يلا يا جماعه اعرضوا لنا على طول، نشوف التشكيل في الشوط الاول كان عامل ازاي. ده التشكيل في الشوط الاول. الراجل لعب بثلاثه مدافعين وفتوح هو المساك الايسر. فتوح يعني وبص بقى النتيجه كانت ايه، معلق اربع لعيبه في الثلث الاخير، الجزيري جنب ناصر منسي وجنب شيكابالا وزيزو من غير ما الكره توصل لهم. الكره في منطقه وسط الزمالك 27% واغلب الكرات انت قاعد تستلم هنا وتسلم في منطقه جزاء الزمالك 50% من الكرات منطقه وسط الزمالك، وبتلعب الطويله لان انت ما عندكش لعيب في النص ينقل ولا محطات. الشكل اختلف في الشوط الثاني. تعال نشوف الشكل اختلف في الشوط الثاني لما عدل خطوطه ولعب اربعه وبقى فتوح محور جنب دونجا ونزل اوباما بقى كونكت بيوصل الناس دي كلها ببعض وبقى الشكل ده. تعال نشوف ده اثر ازاي على فتوح. فقد الراجل فقد فتوح خلص الشوط الاول. تعال نشوف فتوح ومناطق الاستلام في الشوط الاول يا كريم. دي مناطق استلام فتوح في الشوط الاول. بص اصلا عدد الكرات اللي استلمها ومقارنه بالشوط الثاني، الناس تبص على الخريطه بتاعه استلاماته في الشوط الاول واستلاماته في الشوط الثاني، ضئيله جدا في الشوط الاول. انت خسران اهم لاعب، الزمالك عنده 2 لعيبه دوليين بيلعبوا في منتخب مصر، سيبك من صبح اللي بيروح كحارس ثالث فتوح وزيزو. انت خسرت واحد اهم لعيب عندك اللي انت مسترجعه بعد غياب وامل كبير. شوف عدد الاستلامات قليل جدا كانه مش موجود يا جماعه. طبعا. وشوف الشوط الثاني لما لعب ثاني بقى باربعه وبدا يخش في محور هنا. بص ننقل الصوره اللي بعديها، البساطه اللي بتطلع من رجل فتوح هتلاقي بساط في الشوط الاول مجرد بيشارك بكور طويله وبعيده، الشوط الثاني بقى الكونكت. ونبص على الثلث الاخير، يعني خلي الناس تبص على الثلث الاخير. الثلث عند منطقه الجزاء كده يا جماعه فتوح نادر مش موجود. هنا بساط فتوح مؤثره جدا، طلع شلبي اكتر من مره وساهم بشكل كبير ودخل وعمل نقلات كتير. الناس تفتكر اجوان الزمالك ليها دور كبير، وكانت التباين الثاني كان في استخدام اوباما. اوباما يا كريم لعب دور الكونكت. تعال نشوف شبكه التمريرات اللي الفريق بيعملها اكتر من 5 باصات. الشبكه دي دايما من الحاجات الظريفه جدا اللي بتبين لك شكل الفريق هو بيبني الهجمه. دي شبكه التمريرات اكتر من 5 تمريرات. بص هنا اوباما عامل ازاي في الشبكه دي، المركز اللي كونكت مع شلبي وكونكت مع شيكا وكونكت مع فتوح. بص بقى دي الخريطه، رغم ان اوباما نزل في الشوط الثاني، الخريطه دي بتاعت الماتش كله مش بتاعت شوط. بص فتوح مركز ازاي، الباصات طالعه بينه وبين شلبي من 16 ل 15 بينه وبين شلبي. وبص اوباما وفتوح وشلبي بقى في كونكتين في الملعب، تو كونكتورز موجودين، فتوح واوباما عملوا ده. وتعالى نبص بقى للتمريرات اللي اكتر من 10 تمريرات كمان. اللعيبه بقى اللي بتبين الناس اللي هي لما نشيلها هبين لك الزمالك بيعمل هجماته ازاي، لان اللعيبه اللي بتتنقل الكوره اكتر من 10 ده شكل الشوط الثاني، رغم ان دي للماتش كامل بس ظهور اوباما فيها وهو نازل شوط واحد بس بيدينا الدلاله دي.